ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا أردشت بلا تفجير. فهموا ذليل قوم عز، كيف أيامك؟ مو أيامي. وين أراضيك؟ لا تراضيني. تعالوا كي لا نلتقي، تعالوا لا نرتب المواعيد، تعالوا نتحاشى الصدف. القاعدين يعملوا أشكال مرعبة بعيد الهالوين اللي سمعت فيه أول مرة بفيلم لمصطفى العقاد اسمه هالوين، نفسه اللي عمل الرسالة وأمر المختار. المهم حسيت أنه ما حدا عم يرتعب، فكرت أنه لو شي واحد ملتحي بس يفوت بنص الحفلة ويصرخ الله أكبر شو كان رح يصير؟ بدون تفجير. زعلان عليهم كتير، كل شي عملوا وما خوفوا حدا. لماذا تضحك زوجتي على نكتتي السخيفة؟ زوجتي تجاملني، أنا أيضا أجاملها. التفسير: حاولت أن أجامل زوجتي فلم أجد شيئا سوى نكتة سخيفة قديمة تافهة فرميتها، وكانت المفاجأة أن ضحكتها الشديدة المتفانية المتلقفة للنكتة القديمة لم تفاجئني. طالما مضيت إلى نفسك فامضي إليها وحدك. ما أجمل الخطان المتوازيان اللذان لا يلتقيان. ما أجمل اللقاء، ما ألطف الفراق. حياة بتهوي يا أبو شريك، كل لحظة بتقعد بتحس إنه بعد لحظة رح تسمع خبر بيهوي. حياة بتهوي حياتك ولا شيء قدام الحياة اللي بتهوي عن جد. يعني تخيل كل ما فكرت تضحك تتذكر انك عايش لحظة بتهوي، لا ولسه لما بتفكر تبكي مشان غيرك تتذكر انك عايش حياة بتهوي مو لأيام وجع غيرك. ولما بتحس انه وضع العالم بيهوي بتتذكر انه انت اللي وضعك كمان بيهوي. شو رأيك بقى بالحياة اللي بتهوي؟ اللي من قد ما بتهوي بتهرب قد ما فيك من اللي وضعهم مثل وضعك بيهوي، وبتهرب قد ما فيك اكتر من اللي وضعهم ما بيهوي. بقى شو في اكتر من هيك شي بيهوي؟ انك تقعد كل لحظة وتحس انه بعد لحظة راح تسمع خبر بيهوي. كشخصين يجلسان إلى بار، أحدهما أنت وأنا الآخر، ما المعنى من الذكرى؟ حلو الفن بغض النظر عن السوق، حلو السوق بغض النظر عن الفن. شخص ما قد تعرفه يموت الآن، شخص ما قد تعرفه يحتضر الآن، شخص ما قد تعرفه لا يجد من يضمد جرحه الآن، شخص ما قد تعرفه يشعر بالرعب الآن، شخص ما قد تعرفه يتم القبض عليه الآن، شخص ما قد تعرفه يموت تحت التعذيب الآن، شخص ما قد تعرفه يساعد أحدا الآن، شخص ما قد تعرفه يبكي على أحد الآن، شخص ما قد تعرفه يكتب قصيدة سخيفة الآن، شخص ما قد تعرفه يقبض ثمن مقال الآن، شخص ما قد تعرفه ينظم تنديدا الآن، شخص ما قد تعرفه يصور فيلما وثائقيا الآن، شخص ما قد تعرفه يغرق الآن، شخص ما قد تعرفه يحصل على الإقامة الآن، شخص ما قد تعرفه ينتحر في الغربة الآن، شخص ما قد تعرفه ينتحر في الوطن الآن، شخص ما قد تعرفه يتزوج الآن، شخص ما قد تعرفه يطلب التعرف عليك الآن، شخص ما قد تعرفه. هكذا حدثنا أردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.